الدكتور حدرج وجود قوات سورية توجهت إلى موسكو للقتال في صفوف الجيش الروسي، كل هذا الموضوع عبارة عن تهديد يقوم به فلاديمير بوتين للقول للمجتمع الدولي كما يقول الدكتور حدرج، هناك من يقاتل بجانب عن عقيدة كذلك. لكن ماذا عن القلادات، صور القلادات التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية تثبت وجود قوات سورية يعني تقاتل بصفوف الجيش الروسي، ماذا عن دقة تلك المعلومات كلها؟ يعني مبدئيا دعونا يعني نتكلم بشكل واضح وصريح، من يعتدي الآن هي روسيا، ومن المعتدى عليه هي أوكرانيا. يعني أوكرانيا لا تحتل الأراضي الروسية ولا تهاجم، الجيش الأوكراني لا يهاجم الأراضي الروسية، بل على العكس هناك اعتداء واضح ومسفر من الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية، هذا من جانب. جانب آخر، هناك موقف عالمي، نتكلم عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من أصل 181 دولة، خمسة دول يعني من الباب يعني المزاح أيضا التي تأتمر بأمر بوتين، هي التي فقط كانت ضد التصويت على إدانة روسيا في هذا الاعتداء. إذا نحن نتكلم عن 181 دولة، 176 دولة ضد فكرة يعني الاحتلال الروسي لأوكرانيا، خمسة دول منها سوريا، أو لنتكلم عن بيلاروسيا، أو نتكلم عن كوريا الشمالية. إذا بالنتيجة نحن في حالة اعتداء، نحن في يعني اعتداء واضح من دولة على دولة، ونحن أمام توافق رأي عالمي جمعي على موضوع عدم أحقية هذه الخطوة، وأن هذه الخطوة ضد القانون الدولي. أما بالنسبة لموضوع الحالة العقائدية المفترضة أو المزعومة، فأنا أتصور هذا الأمر خطاب مقبول في لبنان، عندما نسمع عن حزب الله أو عن ميليشيات شيعية نتكلم عن تيارات الحسين، أو نتكلم عن طريق القدس يمر عبر كييف أو عبر خاركيف. أما بالنسبة للجيش السوري، هذا الجيش المهلل المتبقي منه يعني العشرات بل المئات يعني الذين لا حول لهم ولا قوة ويأتمرون بأوامر ضباط روس، فعن أي عقيدة تتكلمون؟ وعن أي، وأنا أعلم أنه يعني الجيش السوري ليس عليه صبغة أرثوذكسية حتى يحارب بجوار بوتين باتجاه الحالة الطائفية هذه، علما بأن أوكرانيا نفسها هي أرثوذكس أيضا، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أدانت خطوات بوتين، ولم نسمع صوت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وموسكو عن دعم بوتين. إذا دعونا لا نخلط الأوراق ونقول أنها حرب عقائدية أو ما شابه، ونوصف الأمور بحقيقتها، أنهم مرتزقة سوريين يأتمرون بأوامر بوتين وشويغو، وسيقاتلون ويقدمون أرواحهم لقاء لا شيء. أما بالنسبة لكن أستاذ ياسر نجار، قد يقول البعض كذلك زيلينسكي يعني أقر قانون يسمح للأجانب للقتال في صفوف جيشه، من حق بوتين بشكل طبيعي أن يأتي بقوات كذلك للقتال، كيف ترد على هذه الجزئية؟ يعني أنا بتصوري خطوة زيلينسكي هي الخطوة السياسية وليس الخطوة الحمقاء من روسيا، وأن روسيا تعتمد يعني تقوم بسياسة رد الفعل. جيد والله، سوريا يعني تحاول أن تدعم روسيا في سياسة رد الفعل، وعن عن روسيا العظيمة، وكأن ضيفنا لا يزال يعيش في فترة الاتحاد السوفيتي، لا يعني ليصحى صديقنا ويعلم أن الاقتصاد الروسي المتهلهل هو تصنيفه على مستوى العالم من بعد الـ14 يوازي اقتصاد إسبانيا، وليست روسيا العظمى كما يريد أن يتشدق، كون أن المشاهد يعني المشاهد أصبح يتعامل مع الإنترنت ويفهم ماذا تعني روسيا كدولة شمولية ديكتاتورية ذات اقتصاد متهلل، اقتصاد لا يعني أي شيء على مستوى الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة لقاعدة زيلينسكي، فأنا بتصوري زيلينسكي معتدى عليه، ومعتدى عليه بشكل واضح وجلي من دولة أخرى مجاورة من المفترض، وهذا الاعتداء لعبة سياسية من زيلينسكي عندما يقول للحكومات الناتو لا تريدون أن تتدخلوا، سأدعو شعوبكم لتضغط عليكم ويكون لكم يعني يكون لكم دورا بشكل من خلال ردة فعل الشارع عليكم وضغوطات الشارع. هذا من جانب. الجانب آخر، أنا لا أتكلم عن أوكرانيا كدولة عظمى، أوكرانيا دولة بسيطة ضعيفة على المنحى العسكري كما أرادت لها روسيا ذلك، لذلك أوكرانيا فعلا بحاجة لخبرات عسكرية، ولكن ماذا عن شويغو والدولة العظمى الروسية؟ هل تحتاج إلى خبرات؟ أصدقائنا الجيش السوري المهلهل الذي فقد 70% من أراضيه، ولولا تدخل إيران كما قالت أنه سقط نظام بشار أسد، ولولا تدخل روسيا كما قال الروس، أنا لا أتكلم من فراغ، على لعل ولعسى
صديقنا لم يشاهد هذه المشاهد، فأنا يمكن أن أرسلها له. عندما قالت روسيا ماذا؟ سوريا كانت مستسلمة وسقطت سوريا لولا تدخل الجيش الروسي. هل الجيش الروسي الآن سيسقط ولولا تدخل الجيش السوري لسقطت هذه الأمور؟